مرحبا للجميع، معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي. في الفيديو الاخير الذي اعلن في القناة تعرفنا على بعض المنتجات التي تباع من قبل تجار مصريين على موقع ايباي، وتلقيت العديد من الرسائل الغاضبة من التجار المصريين نفسهم الذي متجرهم تبينت في الفيديو وطلبوا حذف الفيديو، ولكن انا لم افعل ذلك لانه لا يوجد اي شيء خطأ فعلته او اي شيء غير قانوني. انتم اعلنتم متجر على موقع ايباي هو مكشوف لكل المشتركين بالموقع. العملية التي رأيتموها في الفيديو الجميع يعرف ان يفعلها، انا لم اعمل سحر او ما شابه ذلك. فلا تشغلوا نفسكم بالتوجه لليوتيوب لحذف الفيديو او اغلاق القناة مثل بعض التجار الذي قد فعلوا ذلك. نحن هدفنا الأساسي تشجيع المشتركين للاشتراك بالموقع والدخول للعالم التجارة الإلكترونية والبيع به ليس أكثر، ودائما نعلم طلابنا أن لا يبيعوا نفس المنتجات المعلنة بالموقع، وإنما يأتوا بأشياء جديدة بأفكار جديدة، لأن التميز هو سر النجاح في عالم التجارة الإلكترونية. عدا عن ذلك، بعد اعلان الفيديو الاخير عدة مشتركين فلسطينيين طلبوا مني ان اعلن فيديوهات عن المنتجات الفلسطينية التي تباع على موقع ايباي. هيا بنا ننتقل لموقع ايباي ونتعرف على هذه المنتجات. أنا الآن موجود في متجر التاجر الأول الذي سنتعرف عليه. انتبهوا، لديه 71 فيدباكس، 49 صفحة مبيعات، وانتبهوا هذه منتجات تقليدية فلسطينية التي عادة هذه تصنع في الخليل. انتبهوا، منتجات من الخليل من فلسطين، هذه منتجات تقليدية فلسطينية التي تباع على موقع ايباي. وانتبهوا إلى الأحجار، هذا جمع بعض الأحجار، منتجات قديمة، انتبهوا أنتيك، منتجات قديمة من النحاس، هنا الحلاوة، هنا الصابون النابلسي، أيضا حلاوة، صابونة نابلسية، الدبس، انتبهوا الدبس، هذا منتج تقليدي من الخليل، منتجات أثرية قديمة، فيوجد العديد منها تباع على موقع ايباي من قبل هذا التاجر. ننتقل لتاجر ثاني، هذا التاجر انتبهوا، جيروزاليم ستور، 28 فيدباك، لديه 95 صفحة مبيعات. انتبهوا، هذه المنتجات هي منتجات دروب شيبينج، هذا التاجر يعمل دروب شيبينج من الصين، ولكن عندما ننزل الى تحت انتبهوا جميعها هنا من الصين، ويوجد بعض المنتجات التي يبيعها هنا من البلاد، يشحنها من فلسطين. انتبهوا، وهنا ايضا هذه منتجات تشحن من فلسطين، فيوجد بعض المنتجات التي يعمل عليها دروب شيبينج، ويوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد. ننتقل لتاجر ثاني، انتبهوا، صابرين 31، هنا لديها فقط 9 فيدباكس، لديها 58 صفحة مبيعات، ويمكنكم الاطلاع على المنتجات، منتجات ايضا تقليدية او منتجات مستعملة، الصابون النابلسي، الكوفية، او منتجات مستعملة من البيت، هنا السماك، هنا نوع من البهارات ايضا، فهنا تبيع منتجات مستعملة من بيتها، وايضا تبيع منتجات تقليدية فلسطينية، وايضا بعض البهارات. انتبهوا انه جميعها تشحن من البلاد. انتبهوا، هذا مانجو مجفف، وكيوي مجفف، والقطين، وهنا الدكة، وتبيع بعض الممكن انها تتعامل مع محمص معين في البلاد وتبيع المنتجات عن طريقه، فهذه ايضا طريقة تستعمل لبيع منتجات على موقع ايباي. انتبهوا، لديها الكثير من انواع البهارات والفواكه المجففة وبعض الاشياء الاخرى المجففة، والكثير من هنا البابونج، انتبهوا، هنا الكاري، هنا الكرفة، يوجد الكثير من المنتجات التي تبيعها. ننتقل لتاجر آخر، هنا انتبهوا، محمد، 29 فيدباكس، 34 صفحة مبيعات،
منتجات تقليدية، انتبهوا، الكوفية، الأرجيلة، القهوة، هنا منتجات تقليدية أيضا، انتبهوا، حجر، هولي لاند، ancient stone remain found around an archaeological site in Hebron، وجد هذا الحجر قريب من الخليل، انتبهوا، أحجار أيضا هنا، منتجات تقليدية أيضا من الفخار، هنا أيضا من الفخار، خاتم، وهذه القهوة. لننتقل لتاجر آخر أيضا، top print products 20 feedbacks 22 صفحة مبيعات. انتبهوا أن التاجر يعمل دروب شيبينج من الصين، من سنغافور، من بريطانيا، من السنغافور، يبيع عدة منتجات من عدة بلاد بالعالم. انتبهوا هنا إذا لم يوجد هنا اسم الدولة، هذا يعني أنه يعمل دروب شيبينج من أمريكا. وأيضا ممكن أنه يشحن منتجات من البلاد، انتبهوا جميع هذه من الصين، United Kingdom. انتبهوا هنا يبيع أحجار التقطها من البحر، ويمكن الرؤية أيضا هنا كتاب قواعد الأشكال 40 بالعربية، أيضا يشحنها من البلاد. فيوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد، ويوجد بعض التي يعمل عليها دروب شيبينج من دول أخرى. ينتقل لتاجر آخر، هنا هذا التاجر 213 فيدباك 81 صفحة مبيعات. انتبهوا يبيع أيضا منتجات يعمل عليها دروب شيبينج، انتبهوا من هونغ كونغ، هنا من البلاد يشحنها. فيوجد بعض المنتجات التي يعمل عليها دروب شيبينج، ويوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد. انتبهوا دقة غزوية، هنا الروزمارين، هنا الزعتر، يمكنكم الاطلاع على هذه المنتجات. انتبهوا أن المنتجات التقليدية الفلسطينية مثل البهارات أو الكوفيات أو الصابونة، هذه منتجات مطلوبة جدا خارج البلاد، فيمكنكم أيضا بيعها. لننتقل لتاجر آخر، انتبهوا هذا التاجر لديه 164 فيدباكس، فقط 7 صفحات مبيعات، وأيضا منتجات تقليدية، هنا السحلب، الصابونة، الزعتر. فهذا أيضا تاجر الذي يبيع منتجات تقليدية. انتقل لتاجر آخر، أيضا هذا التاجر 300 فيدباكس، 45 صفحة مبيعات، منتجات تقليدية التي تباع وتشحن من البلاد، انتبهوا من البلاد، منتجات أثرية، منتجات قديمة أو منتجات جديدة أو منتجات مستعملة، فيبيعها جميعها من البلاد. انتبهوا بكلاوة، يبيع البكلاوة، طبق من البكلاوة 500 جرام، يبيعه على موقع إيباي. هنا القهوة والقهوة والقهوة هنا، فيمكنكم أيضا الاطلاع على هذه المنتجات. ننتقل لتاجر آخر، انتبهوا شادي 17 فيدباك 31 صفحة مبيعات، أيضا يبيع منتجات تقليدية مثل الكوفية، الحنة، الزعتر، الصابون النابلسية. فأيضا هذه منتجات مطلوبة وتباع على موقع إيباي جميع هذه المنتجات. ننتقل لتاجر آخر، انتبهوا 906 فيدباكس 408 صفحة مبيعات، وهنا منتجات أثرية، منتجات قديمة، هذا يشحنها جميعها من البلاد. انتبهوا جميعها منتجات أثرية وقديمة، فيمكنكم أيضا الاطلاع عليها. انتبهوا يبيع هذا الحجر ب 179 دولار، انتبهوا أن هذا الحجر التقطه من إيلات، فيمكنكم الاطلاع أيضا على هذه المنتجات الأثرية التي يبيع هذا التاجر. وإذا لديكم منتجات أثرية دائما ستكون مطلوبة على موقع إيباي. ننتقل لتاجر آخر والتاجر الأخير، انتبهوا الساك جروب 110 فيدباكس 55 صفحة مبيعات، منتجات تقليدية أيضا مثل الصابونة، هنا انتبهوا الجام، الإلكا، هنا رسمة، وأيضا هذه منتجات تقليدية التي تباع على موقع إيباي. انتبهوا أيضا هنا كتب في العربية، يمكن الدخول لهذه صفحة المبيعات، رؤية إذا كتب أيضا الوصف بالعربية، لم يكتب بالعربية، فيمكنكم أيضا الاطلاع على هذا التاجر ورؤية المنتجات التي يبيعها.
أتمنى أنني نجحت بمساعدة أبناء بلدي في التعرف على منتجات جديدة يمكنكم بيعها على موقع إيباي. وإذا يوجد أي أسئلة أو استفسارات يمكنكم سؤالها بالتعليقات تحت. أيضا لكل من يريد أن أعلن فيديو لدولة معينة اكتبوا بالتعليقات اسم الدولة وسأعلن فيديو عنها. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة إذا لم تشتركوا بعد. سأراكم في فيديو آخر.